في هذا الجناح نسلط الضوء على هذا النشاط الهام من خلال العديد من الإصدارات التي أصدرتها دولة فلسطين عن الثقافة في فلسطين قبل النكبة عبر وزارة الثقافة الفلسطينية، بالإضافة إلى كل الأعمال الإبداعية المتعلقة بالوضع الراهن والوضع السابق. كان واجهة المشاركة الفلسطينية هي إبراز حياة هؤلاء الأطفال، وكيف كان طموحهم، وكيف كانت آمالهم، وكيف كان يتمنى أن يراهم ذويهم. هذه المشاركة الرئيسية هو التركيز على حيوات هؤلاء الأطفال وليس على استشهادهم فحسب. لذلك تصدر جناح دولة فلسطين صور وقصص هؤلاء الأطفال وكذلك كل التفاصيل المتعلقة بذويهم. ثانيا وأيضا في إطار الاهتمام الثقافي والرديف الثقافي للمقاومة الثقافية والذود عن الهوية الوطنية الفلسطينية، كان استعراض إبداعي من خلال القصيدة، من خلال السردية والرواية والريشة واللوحة والكاميرا لكل مفردات ومكونات الهوية الوطنية الفلسطينية. لذلك نجد على سبيل المثال هناك نصوص كتبت خلال الحرب الحالية، كتبها العديد من المبدعين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس حول ما يجري في فلسطين الآن.